لاعب مانشستر يونايتد يمتدح نجوم المنتخب السعودي. الحمد لله هذه يعني شهاده الحمد لله يعني مو بشرط يعني كذا، اهم شيء الجمهور انه ما حضر يعني حضر اليوم، ويعني صحيح انه خسرنا هدفين بس اهم شيء انه شاف كوره يعني معنا الكره السعوديه وش هي. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ بتاع اللي انت قلتها؟ انا عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهمك. مش انت قول ايه؟ قلت ايه؟ البتاعه امي امك مالها مال الكلام يا